بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبار جديده وكواليس جديده ما تكون معانا النهارده في الاشبال، لكن هنختص في بدايه حلقتنا النهارده عن الحدث الاهم. لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في الامارات في ملعب هزاع بن زايد. في البدايه كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في بطل السوبر المصري. في البداية هنتكلم عن فرقة النادي الأهلي اللي غادرت النهاردة إلى دولة الإمارات الشقيقة. ولما نتكلم عن دولة الإمارات دايما إحنا معتادين أن دولة الإمارات دايما بتنظم هذا الحدث على أعلى مستوى. شفنا قبل كده في سوبر وفي مباريات يعني سابقة كيف كان الحدث. ده كلام ما فيهوش أدنى شك. دايما دولة الإمارات وكل القائمين هناك في دولة الإمارات لهم كل التحية والتقدير على هذا الحدث الذي يضم الأهلي والزمالك على أرض الأشقاء دولة الإمارات الشقيقة. بالمناسبة كان أقرب مناسبة للنادي الأهلي كان في شهر فبراير الماضي في دولة الإمارات، وشفنا هناك ورأينا التفاف جماهيري كبير جدا كان في الحدث العالمي كأس العالم للأندية اللي توج فيه النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم، وكان الإمارات وش السعد على النادي الأهلي. هنتكلم بقى عن كولر. كولر اللي عامل هدوء داخل فريق النادي الأهلي. عجبنا قوي الواقعية والهدوء من أول قدوم مارسيل كولر على فريق النادي الأهلي. دي هتكون المباراة الخامسة لمستر كولر مع النادي الأهلي. المباريات الأربع السابقة الحمد لله النادي الأهلي فاز فيهم كاملة. إن شاء الله كل التوفيق وتكون دي المباراة الخامسة للفوز للنادي الأهلي على التوالي. افتتح مستر كولر مع النادي الأهلي مبارياته مع اتحاد منستيري في دوري أبطال أفريقيا، فاز في مباراة الذهاب 1-0 وفي مباراة هنا في مصر 3. أيضا فاز في افتتاح بطولة الدوري المصري، قدر يفوز على الإسماعيلي الفريق المحترم في بداية المشوار 1-0، وفي المباراة السابقة أمام أسوان رغم العرض ما كانش قوي لكن في بطولة الدوري النتيجة أهم والمكسب أهم. دايما المؤتمر الصحفي والكلام اللي بيقوله كولر عن فرقته كلام واقعي، دايما ملتمس أو حاطط إيده على الأخطاء، وده مهم جدا لما يكون المدير الفني عارف الفرقة بتاعته وصلت لفين في النواحي الفنية، في النواحي البدنية، في نواحي التركيز اللي هو أكد عليها في المباراة السابقة، وقال في مباراة أسوان أنا محتاج لاعب النادي الأهلي دايما 90 دقيقة يكون فيهم تركيز كبير جدا. هو ده اللي هياخدنا للمباراة القادمة، المباراة المهمة، مباراة السوبر المصري. مباراة السوبر المصري مباراة من 90 دقيقة. لو تأخر الفوز فيها بيكون في وقت إضافي، بيكون فيها ركلات جزاء. النهاردة الأسلوب أو طريقة اللعب اللي ممكن يبدأ بيها كولر ممكن تكون مختلفة شوية عن المباريات السابقة، لكن مستر كولر دايما بيسعى في كل مبارياته عن تحقيق الفوز في كل مباريات النادي الأهلي، وده احنا شفناه في الكرة الهجومية، في الضغط العالي، في الاستحواذ، في الرتم العالي والسريع اللي بدأ يفرضه مستر كولر على كل الفرق اللي لعب قدامها خلال الأربع مباريات السابقة. لكن المباراة دي علشان هي مباراة وحيدة أو مباراة واحدة من بطولة تستدعي الهدوء، تستدعي التركيز، تستدعي عدم الاستعجال. ده رسالتي هنا للاعبي النادي الأهلي، عدم الاستعجال في الفوز. النهاردة في مباراة السوبر المصري اللي يدافع صح هو اللي إن شاء الله يطلع بالمباراة، وده إن شاء الله هيقدر يعمله لاعبي النادي الأهلي. يبقى عندك التوازن في الدفاع والهجوم. حالة لاعبي النادي الأهلي شكلها إزاي؟ الحمد لله كل اللعيبة بصحة جيدة، كل اللعيبة على أتم الاستعداد ما عدا أليو ديانج. أليو ديانج اللي عنده إصابة في الخلفية استدعت استبعاده مباراة السوبر وممكن ماتشين أو ثلاثة كمان خلال المباريات القادمة. لكن عندنا ثقة في كل اللاعبين الموجودين. أليو ديانج طبعًا من اللاعبين المهمين، من العناصر المهمة في تيم النادي الأهلي وخاصة في خط الوسط. لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في حمدي فتحي، واحد من الأساسيين في لاعبي وفي تيم النادي الأهلي. شفناه في مباراة اتحاد منستيري وهو بيسجل حمدي فتحي. أيضا كل التوفيق وعندنا ثقة كبيرة لعمرو السولية
واحد من الاساسيين من لاعبي النادي الاهلي، عنده خبرات كبيره جدا. ابتدى مباراه اتحاد منستيري في المنستير اللي قدرنا نفوز فيها 1-0، رجع الماتشين بعد كده اخذ اجزاء من المباريات بعد كده، وان شاء الله يكون له دور اساسي في المباراه القادمه. برضو احمد نبيل كوكا، انا ما بتكلمش النهارده على لعيب ولا واحد او اتنين، احنا بنتكلم عن تيم كامل للاعبي النادي الاهلي، تيم كامل يقدر ان شاء الله يصنع الفرق ويحقق بطوله السوبر ل 12 في تاريخ النادي الاهلي، حتى ينفرد النادي الاهلي دايما بالارقام القياسيه والارقام البعيده عن اقرب منافسيه. حاله محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ايضا من اللعيبه اللي قدرت تحط رجليها مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لعيب مهم جدا سواء في الحاله الدفاعيه او في الكرات الهجوميه اللي بتكون لصالح النادي الاهلي. كان اتخبط في مناخيره المباراه السابقه خبطه قويه في الانف، حس ببعض الالم، لكن الدكتور احمد ابو عبله قال ان شاء الله حالته مستقره، حالته مطمئنه، هيكون موجود في المباراه. اذا كل لاعبي النادي الاهلي، كل لاعبي النادي الاهلي موجودين زي ما احنا شايفين الوجوه، في ثقه، في تفاؤل. اكرم توفيق اللي عاد اقوى من الاول ومكسب كبير للنادي الاهلي ومنتخب مصر، ودي بعثه النادي الاهلي في مطار القاهره. طاهر محمد طاهر اللي هيكون موجود في المباراه وقدر يقنع الراجل انه يكون راجل موجود وبصفه اساسيه في تيم النادي الاهلي. محمد عبد المنعم بنقول له الحمد لله على السلامه. بيرسي تاوي لمشاركته في المباراه السابقه واخد اجزاء من المباراه كانت مهمه عشان تجهيزه المباراه القادمه. كل اللاعبين النادي الاهلي محتاجهم، كل اللاعبين. سافيو اللي بدا يدخل بيحط دلوقتي رجله واحده واحده في فريق النادي الاهلي، بياخد الثقه، بيبدا يتعود على الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. محمد مجدي قفشه واحد من العناصر الاساسيه والعناصر المهمه في تيم النادي الاهلي. شادي حسين، شادي حسين اللي كل مباراه عن المباراه السابقه بيقول انا موجود، وصفقه كبيره ومهمه لفريق النادي الاهلي سواء بالتسجيل في مباراه الاسماعيلي او انه يصنع ركله جزاء في مباراه اسوان السابقه. علي معلول واحد من الخبرات الكبيره جدا في فريق النادي الاهلي. حسين الشحات وعودته مكسب كبير جدا. الحاله المعنويه حاله جيده جدا، الثقه موجوده، لكن مباراه زي دي تستدعي ان انا اقلل اخطائي على قد ما اقدر. اخر مباراه تجمع بين الاهلي والزمالك كانت في بطوله الكاس، ولو رجعنا بالاحداث السابقه هتلاقي كان فريق النادي الاهلي في نهايه الموسم تلاحم 3 مواسم كان مجهد بشكل كبير، اللعيبه كانت مجهده ذهنيا وبدنيا وفنيا كل شيء، حتى كان في خطا من محمد الشناوي في بدايه المباراه. النهارده عايز اقول لعيبه النادي الاهلي، المباريات اللي زي دي لازم نقدر او على قد ما نقدر نقلل اخطائنا جدا داخل المباراة. هو ده اللي بيركب فريق على فريق، بمعنى كرة القدم طول ما أنا أخطائي قليلة، طول ما أنا واقف صح والتمركز صحيح داخل المباراة، طول ما أنا بدافع وكله تحت الكرة، لما بفقد الكرة متمركز تمركز صح في النواحي الهجومية الفرصة لازم تخلص بهدف. النهاردة المباريات اللي زي دي الفرصة بهدف، ما ينفعش النهاردة أن أنا أفقد الثقة فرصة ورا التانية ورا التالتة، لا، تيجي مباراة أقدر أخلصها. هي دي الفرقة اللي بتقدر تدخل في المباراة من بدري بدري. الحاجة التانية برضو واللاعب رقم واحد اللي دايما بنتكلم عليه هنا في قناة الأهلي وليه دور مهم جدا هو جمهور النادي الأهلي. شفنا جمهور النادي الأهلي في الدول العربية كلها، شفنا في بطولة السلة في دولة الكويت الشقيقة، شفنا أيضا في دولة الكويت الشقيقة، شفنا في بطولة اليد في دولة السعودية في بطولة كأس العالم للأندية، وأيضا جمهور النادي الأهلي في ملحمة قادمة في دولة الإمارات الشقيقة. جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد. عايز أشوف، يا ريت تجيبوا لنا دلوقتي صور جمهور النادي الأهلي وهو في مطار، في المطار في استقبال بعثة النادي الأهلي. صور بجد مفرحة، صور تخلي لعيبة النادي الأهلي زي ما احنا شايفين دلوقتي جمهور النادي الأهلي شايفين علم دولة الإمارات الشقيقة وعلم النادي الأهلي
وهنا البانر الكبير قاتل من أجل الأهلي. ده الرسالة اللي بيوصلها جمهور النادي الأهلي للاعيب النادي الأهلي، قاتل من أجل الأهلي، كلنا ثقة في لعيب النادي الأهلي. هو ده اللاعب رقم واحد اللي دايماً إحنا بنراهن عليه. علشان كده لعيب النادي الأهلي عليهم دور كبير. المكسب والخسارة بتاعت ربنا. تقدرش تقول أنا قبل المباراة هكسب أو أخسر، لكن قبل المباراة أنا بنزل أقاتل، لازم أنزل من أول ثانية لآخر ثانية محتفظ بتركيزي علشان جمهوري اللي هيكون مالي استاد هزاع بن زايد اللي هنتكلم عن الملعب دلوقتي من الملاعب وش الساعد على لاعبي النادي الأهلي. صور مفرحة جدا، صور بتوصل رسالة لاعبي النادي الأهلي عليكم مسؤولية كبيرة في هذه المباراة. بدون استعجال، بدون استعجال، بدون صربعة في المباراة، يكون عندي ثقة إن شاء الله يكون المكسب حليف للنادي الأهلي. نروح نشوف مع بعض سجل أبطال السوبر المصري، البطولة اللي انطلقت في الألفية الجديدة، بطولة السوبر المصري. ودايما النادي الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية، علشان الناس اللي بتقعد تنادي وتقول الرعاية 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 مش كلام، والمعلنين اللي بيجوا للنادي الأهلي مش كلام، المعلنين اللي بيجوا للنادي الأهلي علشان الشعبية اللي احنا بنشوفها في الكويت وفي السعودية وفي الإمارات، وبنشوفها في الأرقام اللي احنا بنعرضها لحضراتكم دلوقتي. سجل أبطال السوبر المصري، الأهلي البطل 11 بطولة، الزمالك 4 بطولات، المقاولين ليه بطولة واحدة في السوبر المصري، وأيضا حرس الحدود، وأيضا طلائع الجيش. إذن النادي الأهلي له نصيب الأسد من عدد بطولات سجل أبطال السوبر المصري. تاريخ مشرف للنادي الأهلي، وسجل لازم النهاردة لعيبة النادي الأهلي وهي بتلعب يكون عندها الثقة لما تشوف التاريخ بتاعها. تكملة سجل أبطال السوبر المصري برضو الأندية اللي شاركت في هذه البطولة، الإسماعيلي لم يحظى بالبطولة، ولا إنبي ولا المصري ولا غزل المحل. إذا النادي الأهلي هو بطل السوبر المصري ب 11 بطولة. لكن مع اقتراب مباراة السوبر المصري كالعادة وإحنا متعودين على هذا الأمر، فبركة، الإشاعات، الكلام والبلبلة كتير حوالين فرقة ولاعبي النادي الأهلي. بنشوفها بالمناسبة مع وصول النادي الأهلي مش في السوبر المصري بس، لا ده كمان في دوري أبطال أفريقيا، وشفناها في مباراة الترجي وفي الوداد وفي محافل كثيرة للنادي الأهلي. هو ده دايما عادة البطل لما بيوصل للمحافل ويوصل للنهايات وبيوصل للبطولات. انتشر خلال الساعات القليلة القادمة جواب مفبرك مرسل من النادي الأهلي ومن الإدارة التنفيذية إلى اتحاد الكرة المصري. زي ما احنا شايفين أستاذ سيد وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، تحية طيبة وبعض. الجواب ده المفبرك ده كأنه مرسل من النادي الأهلي. الموضوع بشأن مباراة السوبر المصري 2022 بدولة الإمارات الشقيقة، حرصا من النادي الأهلي دوما أن نحافظ على الشكل العام بما يليق بالكرة المصرية، نحيطكم علما أننا نسجل اعتراض النادي الأهلي على ارتداء النادي المنافس نادي الزمالك للزي الأزرق الكامل في مباراة السوبر كذا كذا في دولة الإمارات، واستنادا للفقرة رقم 3 من القانون رقم 4 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، والتي تقر أن يرتدي الفريقين زي مختلف، وأن ارتداء الزي الرسمي حق لصاحب الأرض في المباراة بصفته صاحب الأرض، وأن النادي الذي يرتدي الزي البديل هو الفريق الضيف. لذلك نحيطكم علما أن النادي الأهلي سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء في هذه المباراة. وتحت ماضي مين بقى؟ القائم، اقف استنى شوية، القائم بأعمال المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي. أولا النادي الأهلي ما عندوش قائم بأعمال المدير التنفيذي، بقالنا سنة ونص النادي الأهلي عنده مدير تنفيذي، فدي أول فبركة وأول كذب في هذا الجواب المرسل لاتحاد الكرة اللي انتشر على السوشيال ميديا. وده بيصدر عشان يحط لعيبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية إن احنا نقعد نتكلم وبلبلة وما نكرش في ما يكونش فيه تركيز المباراة. لكن النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ عجبني جدا من بداية الموسم، فاصل الفرقة تماما، مفيش كلام كتير، مفيش رغي كتير،
كولر عاجبني انه قافل على الفرقه، وهو ده السياسه اللي حطها النادي الاهلي من بدايه الموسم. عايز ارد هرد في الملعب، ممكن ارد في بعض الاوقات بس لما يجي لي الوقت المناسب اللي انا ارد عليك. مش هتفرغ دايما للرد، انا مركز لهدفي الاساسي. علشان كده النادي الاهلي مش هينساق ورا الخطابات ورا الجوابات اللي كلها كذب واشاعات. طيب نروح دلوقتي للناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت. تحياتي ليك يا استاذ علاء. تمام، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك ومشاهدي قناه النادي الاهلي الغالي علينا كلنا. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه. اهلا بيك يا استاذ علاء. في البدايه شايف مباراه السوبر المصري الاهلي بين الاهلي والزمالك، المباراه القادمه يوم الجمعه القادمه على ملعب هزاع بن زايد ازاي، خاصه في دوله الامارات؟ ودايما دوله الامارات لما بتستضيف هذه الاحداث بتكون على اعلى مستوى واعلى ترتيب. اولا انا عايز اتكلم بس على الخطاب المزور ده، فعلا يعني انا يمكن عملت تعليق اسمه غبي منه فيه، يعني غبي، واحد غبي بيعمل خطاب مزور، يعني بجد انا ما شفتش واحد يعني مزور وغبي. يعني ممكن يكون مزور وممكن واحد يكون غبي، لكن مزور وغبي الاثنين مع بعض دي صعبه جدا جدا جدا. يعني انا بس المفاجاه بس ان انا مثلا انا بكلم حد دلوقتي وانا في جريده الاهرام وكل زمايلي دلوقتي جم، ايه الخطاب ده، ايه الخطاب ده، ايه الخطاب ده، فكل واحد بشاور له على الدايره بس، يعني قلت لهم بصوا اقفوا طابور كده عشان اقول لهم بصوا كلمه القيام بعمل المدير التنفيذي، هم مش فاهمين قالوا لي يعني ايه، قلت لهم المنصب ده مش موجود في النادي الاهلي، المنصب ده زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه منصب كان واخده الدكتور سعد شلبي لحد ما تم تعيينه رسميا المدير التنفيذي للنادي الاهلي. فكلهم ضحكوا فقالوا لي يا معقوله، قلت له الخطاب ده متصور من سنه ونص او اكثر من سنه ونص. فانا بقول ده خطاب غبي منه فيه، يعني ده احسن تعبير، ده غبي منه فيه ده عمل الخطاب ده. واعتقد ان جمهور الاهلي والجماهير كلها فهمت الحقيقه بسرعه قوي، يعني الحمد لله الخطاب ما كانش محتاج وقت طويل، ما كانش محتاج. بس انا بس اللي احزنني ان بعض الزملاء اللي بينتموا لنادي الزمالك بيشيروا الخطاب وبيقولوا النادي الاهلي بيصدر ازمه. يعني بعض الصحفيين اللي بينتموا لنادي الزمالك وللاسف منهم كمان موجودين في دوله قطر دلوقتي، موجودين حاليا في دوله قطر، عمالين ينشروا الجواب وعلى اساس ان فعلا النادي الاهلي عامل ازمه وان النادي الاهلي بيخترق اللوائح والنادي الاهلي بيصدر ازمه لمباراه السوبر، لدرجه ان واحد زميلنا اعلامي قال كسبتونا منكم لله. يعني دخلت رد عليه قلت له مين اللي كسبكم؟ قال الاهلي والزمالك. قلت له ليه؟ قال لك بيتخانقوا على فين، على فين الزرقاء. قلت له مين اللي قال لك كده؟ قال لك الجواب. فلما اتكلمت معاه اعتذر لي ومسح البوست، يعني وده شخص بينتمي لنادي الزمالك ومعروف انتمائه لنادي الزمالك وموجود في دوري قطر دلوقتي. فللاسف الشديد، للاسف الشديد ان اعلاميين كمان ما يكونوش عندهم القدر البسيط جدا جدا من الذكاء ان هم يقدروا لما يشوفوا خطاب يعرفوا اذا كان مزور او حقيقي. ده المفروض انك تتحرى الاول قبل ما تنشر او تكتب حاجه. بالظبط، يعني بالظبط صحه بالزبط. الخطاب شاف المباراه ازاي يا استاذ علاء؟ والله يا كابتن اسامه انا يعني متفائل جدا، يعني الاجواء كلها تدور التفاؤل، سبحان الله. يمكن كمان حتى كمان الذكريات تدور التفاؤل، مش بس الحاضر، لا ده كمان الماضي كمان تدور التفاؤل. اللي انت عارف حضرتك كان ثلاث مباريات سوبر اتلعبوا في دوله الامارات العربيه الشقيقه، منهم مباراه واحده بس اتلعبت على هزاع، على ملعب هزاع بن زايد، والنادي الاهلي كسب على الملعب ده اللي هو كان 2015. كمان لما الزمالك 2015 كمان الزمالك كان رايح بيلعب البطوله وهو لا، خلي بالك خلي بالك احنا لعبنا مرتين على هزاع بن زايد. لا مرة واحدة بس، لا 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 مرة واحدة بس، انت قلت لي لا مرتين على زايد، لا 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 مرتين على ملعب زايد ومرة واحدة على ملعب هزاع بن هزاع بن اللي هو سيبها هزاع بن زايد. طب قلت لي المرة الأولى كانت سنة كام؟ 2015 كانت قصاد مين؟ الزمالك وكسبنا 3-2. والثانية كانت 2017 كانت أمام المصري وكسبنا 1-0 وليد أزار. لا انا بكلمك على الزمالك، انا كابتن انا 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 بتكلم على الزمالك، انا الحقيقه بتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. وقتها كمان كان حدث كمان مفارقات، الزمالك كان رايح دوري بطل كاس، دوري الكاس. والاهلي الحمد لله قدر انه يكسب البطوله دي، وكانت اول بطوله ليه في الموسم ده، والحمد لله الاهلي رجع بعد السوبر دي. انت عارف حضرتك كنا رايحين بجهاز فني مؤقت كابتن زيزو وكسبنا المباراه دي 3-2، فكان الدفع قوي جدا لينا. فانا ان شاء الله باذن الله متفائل ان الذكريات دي هترجع مره ثانيه، لان سبحان الله نفس الدوافع موجوده عند الاهلي. وقتها كان النادي الاهلي مسافر ولعيبه النادي الاهلي كان كلها رغبه اكيده ان هم يعوضوا جمهورهم بالكاس، وده الموجود دلوقتي في نفس اللعيبه مع اختلاف الاجيال. فده شيء بيخليني انا متفائل. الحمد لله كمان جمهور الاهلي كمان في الشارع، الحمد لله كل الناس في جمهور الاهلي في الشارع عندهم تفاؤل غير عادي غير عادي غير عادي. يمكن فالحمد لله التفاؤل ده بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا. الدعم الموجود من جمهور الاهلي لفرقته، مجلس الاداره كمان
دعم الكبير اللي عاملاه للفرقه، مش هتكلم عن المكافئات. وانت معايا على التليفون دلوقتي يا استاذ علاء، يعني بنعرض صور لجمهور النادي الاهلي واستقبال اللعيبه في المطار طبعا في استاد هزاع بن زايد، هيكون يعني كل مقاعد النادي الاهلي ممتلئه بجماهير النادي الاهلي. رسالتك للاعيبه خاصه يعني التواجد الجماهير الكبير اللي هيكون متواجد للنادي الاهلي من قبل الجماهير، شفناه في الكويت، شفناه في السعوديه، وان شاء الله يوم الجمعه القادم هنشوفه كمان في دوله الامارات. والله يا كابتن اسامه، شعبيه النادي الاهلي في 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 كل انحاء العالم مش في الخليج بس، مش محتاجه منا ان احنا نتكلم عنها كتير. انا بقول لحضرتك يعني لو ان الاستاد هزاع بن زايد فعلا اكبر من 25,000 متفرج، ولو ان ما عملوش حكايه اللي هو التوزيع بالعداله دي، او يعني لو سابوا التذاكر مفتوحه، انا اثق لحضرتك تماما ان هيكون 80% من الاستاد جمهور النادي الاهلي، لان شعبيه النادي الاهلي فعلا مش محتاجه مقارنه من حد. جمهور الاهلي في الخليج ما شاء الله ما شاء الله، يعني اي جاليه مصريه في الخليج هتلاقي زي بالظبط مصر. الجاليه المصريه اللي موجوده في اي دوله عربيه هي نسخه مصغره من الشعب المصري هنا، بنفس النسبه والتناسب بالظبط، يعني نفس النسبه والتناسب. هتلاقي لو هنا مثلا احنا بنقول 70% من الشعب اهلاوي، فعلا الجاليه المصريه في اي دوله عربيه تلاقيها 70%. غير كمان الحب الصيت العام للنادي الاهلي كمان في دول الخليج لغير المصريين، ده شيء مبهر وشيء بدون للفخر بجد كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء، ودايما يكون وشك وشك حلو يعني علينا وعلى النادي الاهلي كالعاده. كانت مداخله مهمه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت، ويكون ملعب هزاع بن زايد وش السعد، ومدرجات الدرجه ثالثه شمال تكون وش السعد ان شاء الله، وكل جماهير النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في التغطيه مع حضراتكم عن مباراه السوبر القادم بين الاهلي والزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مع حضراتكم التغطيه المهمه جدا لمباراه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم. نروح دلوقتي للامارات وزميلنا فاروق صلاح، تحياتي ليك يا فاروق، وحطنا دلوقتي في اخر يعني وصول بعثه النادي الاهلي الى دوله الامارات، والحمد لله على السلامه، وكلمنا عن الاجواء. يعني خليني ارحب بك يا كابتن اسامه، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله يعني بطوله السوبر ان شاء الله ال 12 تكون من نصيب النادي الاهلي، لكن خليني يعني اقرب لك الصوره. احنا طبعا كان توافد اللاعبين من مطار القاهره في تمام الساعه 11:30 صباحا، الاقلاع كان في تمام الساعه ثانية ظهرا. رحلة الطيران استغرقت 3 ساعات ونصف، كان الوصول لمطار أبو ظبي الدولي في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت أبو ظبي. طبعا كان في استقبال بعثة النادي الأهلي معالي القنصل الأستاذة نهى القناوي قنصل الإدارة المصرية، طبعا إلى جانب وجود الكابتن سمير عدلي مدير الإدارة طبعا اللي كان سبق الحضور البعثه الى الحضور الى الامارات برفقه الكابتن سيد عبد الحفيظ لترتيب كافه الامور وتنفيذ كافه الامور. سريعا تم الانتهاء وكافه الاجراءات بعثه النادي الاهلي في يعني جانب من جماهير النادي الاهلي اللي كانوا موجودين خارج يعني ادوار مطار ابو ظبي، رسالتهم السوبر يا اهلي. اعتقد جماهير النادي الاهلي يا كابتن اسامه بتضرب المثل في كل مكان، اي مكان بيروح فيه النادي الاهلي بتظهر شعبيته وقيمته ومكانه النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي النهارده اللي كانت بتوصل رساله مهمه جدا للاعبين مسانده والمؤازره لكل افراد منظومه النادي الاهلي، ومنتظرين السوبر باذن الله اللي يعني ان شاء الله اطمنك من اللي احنا لامسينه من اللاعبين من الجهاز الفني، الجميع بيستعد لهذه المباراه. هي مباراه صعبه جدا طبعا يا كابتن اسامه على الفريقين، لكن ان شاء الله يعني تحضيرات لعيبه النادي الاهلي والدوافع اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني بدأوا الموسم ببطوله مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي طبعا اللي تحملت الفتره كانت صعبه جدا على جماهير النادي الاهلي وعلى اللاعبين، لكن ان شاء الله يعني اللي احنا لامسينه من اللاعبين من الدوافع اللي عند اللاعبين الحاله النفسيه بتبشر ان شاء الله يا كابتن اسامه ان شاء الله ان احنا يعني لعيبه النادي الاهلي تكون في الميعاد ان شاء الله يوم 28 على ملعب هزاع بن زايد. حاليا احنا طبعا متجهين لمدينه العين اللي انتوا لسه في الطريق يا فاروق، لسه في الطريق من ابو ظبي للعين صح كده؟ بالظبط بالظبط يا كابتن اسامه، يعني انت يعني 15 دقيقه ان شاء الله ويكون
وصولنا الى مدينه العين، طبعا اللي بتبعد عن مطار ابو ظبي بساعه ونصف. الامور بقى التنسيقيه والترتيبيه، الترتيب في الغد ان شاء الله اللي هيكون اول تدريب للنادي الاهلي صباحا ان شاء الله، ثم يوم الخميس هيكون التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب الزعب الزايد اللي طبعا بيتزين لاستقبال هذه المباراه. عايز برضه يعني اطمن حضرتك على الحضور الجماهيري وجماهير النادي الاهلي اللي بتتوافد كل مكان، يعني كل الدول يعني في جوار. عايز اتكلم عن الجمهور يا فاروق. من لحظه وصول لاعب النادي الاهلي لدوله الامارات وتوافد جماهيري كبير في المطار، واكيد الرساله وصلت للاعيبه، الكلام اللي بيدور بين اللعيبه وانت قريب منهم، ايه اللي بيدور بين اللعيبه وكمان الرساله يعني اللي وصلها الجمهور لاعب النادي الاهلي؟ وشفنا البنرات قاتل من اجل الكيان، كلنا ثقه في لاعب النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك يا كابتن اسامه، يعني المشهد من بدايه مطار القاهره في رسائل الجماهير كلها متنده مؤازره، الجميع بيؤازر بيساند اللاعبين، ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي، واثقين ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا في الموعد ويقدروا يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. اللي انا لمسه من اللعيبه، اللعيبه عايزه تفرح الجمهور يا كابتن اسامه، اللعيبه عايزه تفرح نفسها كمان، يعني دوافع المباراه بالنسبه للعيبه على المستوى الشخصي اكبر كمان من ان هم كمان يفرحوا الجمهور. اللعيبه عايزه يعني الفتره اللي فاتت زي ما قلنا فتره صعبه، لعيبه كتير جدا مستنيه هذه المباراه، لعيبه كتير جدا عايزه تقدم يعني كل نقطه عرق في ارض الملعب علشان يسعدوا جمهور النادي الاهلي. عارف اهميه المباراه الديربي ما بين الاهلي والزمالك، بعض اللعيبه اللي بتظهر في هذه المباراه لاول مره، يعني شادي حسين، فاروق سافيو، اللعيبه اللي عارفه ان المدير المباريات اللي بتعلم مع جمهور النادي الاهلي. وحضرتك طبعا يا كابتن اسامه واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي كان ليه بصمات في مباراه القمه، من ينسى مباراه 4-3 كاس مصر 2007. طبعا عارف قيمه هذه المباراه واهميتها، اللعيبه زي ما بنقول بلغه الكوره يا كابتن اسامه مستنيه هذه المباراه ان شاء الله، نتمنى توفيق ربنا ان شاء الله يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. جماهير النادي الاهلي هنا في الامارات رسائل مهمه جدا، جماهير بتساند بتؤازر. عايز اقول لك ان في بعض الجماهير القادمه من السعوديه، قادمه من البحرين، من الكويت، من قطر، الجميع اللي بيتسابق للحضور المباراه مسانده ومؤازره النادي الاهلي، مش مقتصر على الجماهير او الجماهير الاهلي المقيمه هنا في الامارات، ولكن جماهير النادي الاهلي تتوافد من كل مكان لمسانده ومؤازره النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. اخيرا يا فاروق، طمنا عن حاله لعيبه النادي الاهلي. طبعا تاكد غياب اليو ديانج، حاله محمد عبد المنعم بعد الاصابه اللي تعرض ليها في الانف، تواجده الحمد لله الامور مطمئنه، حاله الفرقه كاملا يعني. يعني بالتحديد محمد عبد المنعم يا كابتن اسامه، انا كان ليا حديث مع محمد عبد المنعم، طبعا الكسر الانف محمد عبد المنعم، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله انا جاهز للمباراه وهيشارك يعني ان شاء الله. بطمنك على حاله محمد عبد المنعم. ايضا زي ما حضرتك قلت طبعا اليو ديانج لم يعني مش موجود مع الفريق النادي الاهلي، لكن اقول لك ان احمد نبيل كوك لاعب المنتخب الاولمبي انضم لبعثه النادي الاهلي وطبعا موجود مع الفريق ده، كان يعني ابرز اللعيبه اللي انضمت من المنتخب الاولمبي للنادي الاهلي. حاله اللعيبه بطمنك من الحاله البدنيه، الحاله الصحيه يعني الحمد لله ما شاء الله، اللعيبه ان شاء الله نتمنى الامور تكمل على خير باذن الله يوم 28 ويظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي، ويكون توفيق ربنا مع اللعيبه مع الجمهور مع الجهاز الفني، وان شاء الله يكلل الامر بالفوز بالكاس السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا فاروق نشكرك شكرا جزيلا، وتوصلوا ان شاء الله لفندق الاقامه بألف سلامة انت وكل بعثة النادي الاهلي، وكل التوفيق ليكوا يوم الجمعة القادم. واحنا بنتكلم عن السوبر المصري، خاصة البطولة المهمة للنادي الاهلي يوم الجمعة القادم، كل التوفيق للنادي الاهلي تكون البطولة رقم 12. عايز اقول لحضراتكم برضو قبل المباراة القادمة ابرز واهم ارقام الاحصائيات قبل السوبر القادم. زي ما احنا قلنا ان الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 11 لقب. الزمالك ياتي بعديه باربع القاب. المقاولين، طلاع الجيش، حرس الحدود، لقب لكل منهما. الاهلي حقق اول واخر القابه في السوبر المصري كان على حساب الزمالك. الزمالك هو الاكثر تحقيقا للقب الوصيف في السوبر المصري حيث خسر النهائي في 6 مرات.
قمة السوبر بين الأهلي والزمالك مشهد تكرر 7 مرات سابقة وهي الأكثر تكرارا على اللقب. حقق الأحمر اللقب في 5 مناسبات والأبيض في 2. أول سوبر يتم حسمه أثر ركلات الترجيح كان في 2003، نجح الأهلي في الظفر به والفوز به على حساب الزمالك. إنبي هو الفريق الوحيد الذي خاض السوبر 3 مرات دون تحقيق اللقب، حيث خسر في المرات 3 على يد الأهلي. وليد أزارو أول لاعب أجنبي يسجل في السوبر المصري، كانت المباراة في 2016-2017 وكان على ملعب هزاع بن زايد وسجل أمام المصري البورسعيدي. النيجيري جونيور أجايه هو الأجنبي الوحيد اللي سجل 2 في مباراة كانت في السوبر المصري، أحرزهم أمام الزمالك في نسخة 2017-2018. 6 مرات تم اللجوء خلالها لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد بطل السوبر المصري، منها آخر نسختين. أيضا من الأرقام، مباراة الزمالك والمقاولين في موسم 2003-2004 هي المباراة الأكثر تسجيلا للأهداف عبر تاريخ السوبر المصري، وحسمها ذئاب الجبل المقاولين بنتيجة 4-2. 4 مواجهات شهدت نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، من ضمنها آخر نسختين، علما بأن الأهلي كان طرفا في المرات 4. دي أبرز الأرقام قبل مباراة السوبر المصري اللي نتمنى فيها التوفيق للنادي الأهلي. أيضا زي ما شفنا الأستاذ علاء عزت والصحافة المصرية هنا، برضو نروح لدولة الإمارات الشقيقة من أبو ظبي. معنا الأستاذ محمد صادق الناقد الرياضي بجريدة البيان. تحياتي ليك يا أستاذ محمد. تحياتي ليك كابتن أسامة، وأهلا بيك وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي. أهلا بيك ومنور قناة الأهلي. شايف إزاي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وخاصة كيف تناولت الصحف الإماراتية هذا اللقاء؟ أكيد طبعا مباراة مهمة، يمكن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري تقام هنا في الإمارات، بتعتبر عرس، يعني مش مجرد مباراة عادية. الإخوة هنا في الإمارات طبعا في اهتمام كبير جدا بمباراة السوبر المصري، بيكون في حرص كبير إن المباراة تقام هنا. يمكن دي المرة الخامسة اللي هتقام في الإمارات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. أكيد الجانب الإماراتي طبعا بيكون حريص على وجود المباراة دي، مباراة احتفالية بيكون في حضور جماهيري كبير جدا، خصوصا جماهير النادي الأهلي طبعا اللي بتبقى موجودة بكثافة وبتحجز تذاكرها من بدري. يمكن دي اعتادت جماهير الأهلي إن هي تكون تحجز جماهيرها في مدرجات ملعب المباراة. عايز أقول لك يا كابتن أسامة إن ممكن الأيام دي كمان في احتفاء ب 50 عام او اكثر على العلاقات المصريه الاماراتيه طبعا من ضمنها طبعا مجال الرياضه. الرياضه طبعا كانت حاضره بشكل كبير جدا طوال العلاقات المصريه الاماراتيه على مدار سنين طويله. يمكن الفعاليات والاحداث من ضمنها كاس السوبر اللي بدات استضافته هنا في الامارات من سنه 2015، كان اول مباراه بين الاهلي والزمالك على استاد هزاع بن زايد، وهتتكرر المره الثانيه. من ضمنها زي ما بقول لك العلاقات المصريه الاماراتيه، تنظيم كاس السوبر في الامارات، تنظيم السوبر الاماراتي اللي حصل في القاهره 2، يمكن كان برضه سنه 2016 و 2017 كان السوبر الاماراتي في القاهره. طبعا ده دليل على قوه العلاقات بين الامارات ومصر طبعا المجال الرياضي بيجسدها. طبعا مباراه السوبر فيه اهتمام هنا كبير جدا باللقاء من كل وسائل الاعلام. طبعا الجاليه المصريه هنا بتستنى المباراه بشكل كبير. التوقعات طبعا يمكن التذاكر اعتقد ان هي نفذت تقريبا، ما فيش مكان، يمكن حاجات بسيطه جدا اللي موجوده زي ما اعلن مدير قطاع الفعاليات مجلس ابو ظبي الرياضي. الترتيبات هنا جاهزه على اعلى مستوى، مجلس ابو ظبي الرياضي وكل الجهات المعنيه سواء اتحاد الكره الاماراتي وكل الجهات، ترتيبات على اعلى مستوى زي ما اتعودنا. وهيكون في احتفاليه كمان ان شاء الله في المباراه باذن الله، سواء احتفاليه غنائيه، وفي منطقه للفعاليات، الفعاليات الجماهيريه هتكون خارج الاستاد عشان كل الاسر وكل الجماهير اللي جايه ان شاء الله تستمتع بالمباراه. واحد من احلى وافضل الملاعب مش في الامارات بس، في العالم، ملعب هزاع بن زايد اللي هيحتضن هذا اللقاء. كلمنا عن ملعب المباراه برضه، ان هو خاصه يعني من الملاعب الحلوه جدا ملعب هزاع بن زايد.
استاد عزام الزايد يمكن كان خد اجمل ملعب في العالم سنه 2014 حقيقة. كان مصنف يعني خد هذا التصنيف اجمل ملعب في العالم سنه 2014، واحد من افضل الملاعب طبعا اللي موجوده يمكن مش في الامارات بس في المنطقه، واقيم عليه نهائي كاس رئيس الدوله الاماراتي يمكن قبل 4 ايام بين الوحده والشارقه. الملعب طبعا في خدمات كبيره جدا، ملعب شكله جميل جدا، المدرجات 25000 متفرج، طبعا هتكون مناصفه بين الجماهير الفريقين في السوبر ان شاء الله. عايز اقول كمان ان الاستاد عزام بن زايد يمكن مش بس استضاف السوبر قبل كده او مباراه هنا محليه، لكن استضاف قبل كده نهايات بطوله كاس العالم للانديه، يمكن في خلال نسختين قبل كده استضاف كاس العالم للانديه، معروف طبعا على كل مستوى العالم، ايضا في كاس اسيا قبل كده اللي اقيمت في الامارات سنه 2019. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صادق الناقد الرياضي بجريده البيان، حطينا في كل الاخبار وما يدور هناك في دوله الامارات عن هذا اللقاء. كلمتي الاخيره عن هذا اللقاء، مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه بعنوان مصر، الروح الرياضيه، لغة الاحترام بين اللاعبين، بين الأجهزة الفنية، وأيضا بين الجماهير اللي هتكون موجودة في هذا اللقاء. كل واحد بيمثل مصر، الروح الرياضية شكلنا في الآخر، أيا كان مين هيفوز، أيا مين الخاسر، لكن النهاردة كلنا فايزين، وفي النهاية كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي. الفاصل، وبعد الفاصل أخبار الناشئين والأشبال. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح مع بعض بقى لاخبار الناشئين والاشبال. وشفنا ما شاء الله قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كان اخيرا مباراه 2005 اللي فاز فيها النادي الاهلي وزعنا المباراه هنا وقبله بلاء حسنا. هنبتديها مع اهلي 2003 يتعادل مع طلائع الجيش في بطوله الجمهوريه، سجل النادي الاهلي محمود حمدي هدف التقدم وادرك طلائع الجيش التعادل قبل لحظات من نهايه الشوط الاول للمباراه. أهلي 2005 يفوز على بتروجيت في بطولة الجمهورية، دي المباراة اللي احنا ذيعناها لحضراتكم هنا على قناة الأهلي، كان في استوديو تحليل الدكتور أحمد ثابت والكابتن محمد حشيش، وقدر يفوز النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة بهدف القاضية ممكن للاعب فارس خالد. أهلي 2006 يفوز على سموحة بهدف في كأس مصر للناشئين، وهنا بنشيد بلجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم انه في وقت تنظيم منتخب مصر او استعداد منتخب مصر لكاس تصفيات كاس الامم الافريقيه في بطوله بديله للاعبين المتواجدين في الانديه، فاز النادي الاهلي على سموحه، هدف الاهلي جاء عن طريق اللاعب عمار وليد حافظ قبل 5 دقائق من نهايه اللقاء. بنقول لعمار الحمد لله على السلامه، خاصه بعد ما قعد مصاب حوالي شهرين رجع وتالق، ما شاء الله احرز هدف الفوز للنادي الاهلي في بطوله الكاس على سموحه، وهيتاهل اول كل مجموعه بطوله الكاس 4 مجموعات، اول كل مجموعه من المجموعات الاربع للدور قبل النهائي. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي مواليد 2006. اهلي 2008 يتعادل مع فيوتشر في بطوله الجمهوريه، تعادل ايجابي 2-2، سجل للاهلي زياد ايوب ويوسف علاء. نروح لمنتخبنا الاولمبي بقياده مستر ميكالي كابتن وائل رياض عصام الحضري، كل التوفيق ليهم. المنتخب الاولمبي يجري تدريباته بالاسكندريه استعدادا للقاء الاياب امام اسواتيني، كانت المباراه الاولى انتهت يوم 23 بالتعادل السلبي 0-0. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه القادمة. نروح لنتائج مسابقات الناشئين، مباريات الأسبوع الثالث من دوري الجمهورية مواليد 2003، ونستعرض مع بعض دلوقتي كل النتائج. 2003 عندنا في النادي الأهلي ما شاء الله بقيادة الكابتن محمد شرف ماشيين بخطى ثابتة. الأهلي تعادل مع طلائع الجيش في كانت مباراة صعبة، لكن لاعبي النادي الأهلي أدوا أداء مباراة كبيرة، تعادل فيها النادي الأهلي 1-1. فيوتشر فاز على مصر المقاصة 1-0، وفوز الإسماعيلي على سيراميكا 2-0، وفوز زد على الاتحاد 2-1، وفوز المقاولون العرب 2-1 على بيراميدز.
فوز انبي على البنك الاهلي 1-0، وفوز المصري 2-1 على الداخليه، وتعادل السلبي بين حرس الحدود والزمالك 0-0، وايضا التعادل السلبي بتروجيت امام غزل المحله، والتعادل السلبي سموحه امام اسوان. نروح لدوري 2005، ده دوري 2003. نروح ايضا لدوري 2005، فاز الاهلي على بتروجيت، كانت مباراه مثيره وغريبه وجميله 4-3 في اللحظات الاخيره، وفوز الزمالك على المصري 5-3، وفوز زد على غزل المحله 2-1، وفوز المقاولون العرب 2-1 على بيراميدز، وفوز وادي دجله 2-1 على البنك الاهلي، والتعادل السلبي بين سموحه والاسماعيلي، والتعادل السلبي طلائع الجيش امام سيراميكا، والتعادل الايجابي فيوتشر 2-2 امام الاتحاد، والتعادل ايضا الايجابي 2-2 فاركو امام انبي. نتائج الجولة الثانية لكأس مصر مواليد 2006، البطولة اللي بنشيد بها باتحاد الكرة. الأهلي فاز على سموحة 1-0، والتعادل الإيجابي حرس الحدود أمام سيراميكا 3-3، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية فوز إنبي على بتروجيت 2-1، وفوز الزمالك على الإنتاج الحربي 2-1. نتائج المجموعة الثالثة، فوز فيوتشر على غزل المحلة 4-0، وفوز زد 2-0 على وادي دجلة. نتائج المجموعة الرابعة، الإسماعيلي تعادل إيجابي أمام البنك الأهلي 1-1، وتعادل المقاولون العرب أمام المصري 1-1. نروح لفاصل، وبعد الفاصل الدكتور ياسر عبد العظيم أستاذ التربية الرياضية ورئيس منطقة الشرقية لكرة القدم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم الدكتور ياسر عبد العظيم أستاذ التربية الرياضية ورئيس منطقة الشرقية لكرة القدم، ودكتور نظريات الرياضة والتربية البدنية. فرصة النهاردة بقى للمدربين اللي عايز يتعلم وعايز يطور من نفسه، هتكون فرصة النهاردة مع الدكتور ياسر، هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا في كرة القدم، في المسابقات، البراعم، مسابقات الناشئين، وفرصة كمان منطقة الشرقية، خاصة كمان محافظة كبيرة زي محافظة الشرقية خرجت لاعبين كثر للأهلي والزمالك ومنتخبات مصر، فينها دلوقتي؟ وإزاي الفترة اللي جاية نرجع محافظة كبيرة زي محافظة الشرقية للأضواء مرة أخرى؟ بنرحب بيك يا دكتور ياسر. أهلا يا كابتن، إزي حضرتك؟ الحمد لله. كل منور قناة الأهلي. ده بنورك وبنور كل اللي عاملين في القناة يعني. فرصة النهاردة يا دكتور ياسر وحضرتك، يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي بقى شيء دلوقتي موجود في كرة القدم، حضرتك دلوقتي أستاذ تربية رياضية. شايف الأول مهرجانات المسابقات، مهرجانات البراعم، مسابقات الناشئين، شاف وصلنا لإيه؟ أبرز السلبيات اللي محتاجينه عشان نطوره خلال الفترة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر الدعوة الكريمة يعني، والموضوع اللي حضرتك دعيني نتكلم فيه، أنا شايف أنه هو من أهم الموضوعات المهمة والحيوية جدا المرتبطة بصناعة كرة القدم. يمكن حتى دلوقتي كلنا يعني مشغولين بان او مش 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 مشغولين يعني كلنا دلوقتي قانعين ومقتنعين ان الرياضه وكره القدم تحديدا هي صناعه. الاستثمار والتسويق والرعايه وحقوق الرعايه وكل هذا الكلام هو يعني من مكملات هذه الصناعه. طيب اصل هذه الصناعه فين؟ يعني تخيل كره القدم بدون لاعب كره قدم، يبقى في صناعه؟ مفيش صناعه طبعا. إذن المحور الأساسي لصناعة كرة القدم هو صناعة لاعب كرة القدم. هذه الصناعة وهذا الإعداد وهذه الصياغة للاعب، الصياغة العلمية الحقيقية للاعب كرة القدم تبدأ منذ أن ينخرط الولد في نشاط رياضي منظم في مراحل الطفولة، من أول ما يلتحق بالنادي كشبل كصبي كناشئ إلى أن يصل إلى مستوى الدرجة الأولى. كل ده بيدور في إطار كيف يمكن إعداد هذا اللاعب الصغير في السن الذي انتقل إلى مرحلة الصبا ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشباب وأصبح لاعب على مستوى الدرجة الأولى. كل دي بيمر بمراحل مهمة جدا في صناعته من الناحية العلمية. يعني إيه بقى من الناحية العلمية؟ يعني الولد الصغير بيمر بمراحل نمو من هو لسه طفل صغير في المرحلة الابتدائية 6 سنين، وبيمر مرحلة أخرى لما يخش المرحلة الإعدادية، بيمر مرحلة بيولوجية أخرى أو مرحلة عمرية أخرى لما يخش المرحلة الثانوية، لما بيصعد للدرجة الأولى أو لو يوصل لمستوى الدرجة الأولى بيبقى في مرحلة بيولوجية تانية مختلفة في كل متغيراتها أصلاً. طيب الولاد الصغيرين، الولاد الصغار يعني،
اللي بينتظموا في التدريب الرياضي المنظم في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في النادي الشرقيه حتى او في اي نادي في انديه مصر، كل ما يقدم لي من برامج تدريبيه ووحدات تدريبيه و و و و و و و واجراءات لتطوير مستواه، كل ما يقدم لي سواء على المستوى البدني او المستوى المهاري او المستوى الخططي او حتى مستوى اعمال العقل والتفكير والخيال، لازم يكون في اطار المرحله العمريه اللي هو عايشها، في اطار الظروف البيولوجيه للمرحله العمريه، في الظروف البيولوجيه. وحضرتك يعني هتاخدني لسؤال مهم دلوقتي، لسه ما زلنا بنشوف المسابقات او المهرجانات بتاعت البراعم دلوقتي، بنشوف اعتراض كبير من اولياء الامور على الحكام على اللاعبين، ممكن ولي الامر بيضغط على ابنه هو لسه عنده 7-8 سنين في كره القدم، ممكن مدرب بتلاقيه في سن ده بيزعق للاعب واقف على الخط بيطالبه انه يفوز، مع ان السن ده سن تعليمي، سن الولد بيحب كره القدم، سن يعني زي ما بقول ترفيه، وكله بيكرم في الاخر في اخر المهرجان. انت عندك حق جدا على فكره، وانت سبقتني في فكره انا كنت لسه هتكلم فيها، وبرافو عليك طبعا، بشكرك. لا هو احنا الرياضه المنظمه ومنها كره القدم طبعا، او اهم حتى يعني زي ما بيقولوا ان هي الاكسير لكل شعوب الدنيا، يعني كره القدم متعه ما بعدها متعه، يعني اي اداء رياضي في اي نشاط من ضمن هذه الانشطه طبعا كره القدم بالتحديد، يعني بعيدا عن اطار تعديل السلوك اللي هو التربيه، اصلا التربيه بمفهومها العلمي هي تعديل السلوك الانساني. طب كل ما يقدم للولد لو مشي في اطار بعيدا عن تعديل السلوك الانساني، سواء بقى من ناحيه تعديل السلوك الحركي لان اداؤه الحركي هيتطور، تعديل السلوك حتى الـ الشخصي من ناحيه احترامه للمنافس، من ناحيه التزامه بالضوابط والقواعد المعمول بها اثناء الوحده التدريبيه، من ناحيه حضوره المبكر للمران، من ناحيه انصرافه من الملعب، من ناحيه ميعاد نومه بالليل، من ناحيه انتظامه الدراسي، من ناحيه علاقاته بزملائه. انت بتربي شخصيه. بالظبط، بتعد الشخصيه الانسانيه بشكل متكامل. على فكره مش كل من ينخرط في ممارسه كره القدم من في مراحل الناشئين وصولا الى مرحله 16 و17 و18 سنه مش بالضروره يكون لعيب دولي، ومش بالضروره يكون لعيب فذ ابدا، بل بالعكس ممكن بقى لو مثلا، لان في حاجه مهمه جدا، ان لا ينطلق الى المستوى العالي في كره القدم، وانت كنت لاعب مستوى عالي طبعا، لا ينطلق الى المستوى العالي في كره القدم من مراحل الناشئين الا اذا كان هذا الولد بيملك مقومات الصعود الى المستوى العالي. هذه المقومات هي مقومات بدنيه، مقومات مهريه، مقومات عقليه وذهنيه، مقومات سلوكيه. كل هذه المقومات هي اللي بتخليه ينخرط في رياضه المستوى العالي بشكل يعني في الكثير من الكفاءه والقدره. اللي ما يقدرش يوصل لده، لان ممكن يعني في ولاد بتيجي عند مرحله معينه وبيبدا يعني شويه تحس ان مفيش تطور ملحوظ في المستوى. مفيش تطور ملحوظ في المستوى. الكلام معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان مهما تعرض لاعباء ومتطلبات بدنيه وعصبيه اللي هي الاحمال التدريبيه، مهما تعرض لاحمال تدريبيه، المستوى هنا ما بيتحركش بشكل واضح وبشكل مباشر وبشكل ملحوظ، وبالتالي ممكن خلاص هو ما بيوصلش للمستوى العالي. بس احنا من خلال الاجراءات التربويه اللي عملناها معاه في مراحل الطفوله ومراحل الناشئين، احنا حولناه من مجرد مواطن او ولد صغير، طفل صغير بيمارس الرياضه، اللي عدلت سلوكه وحسنت اخلاقه واكسبته قيم مهمه جدا، تحول لمواطن صالح بقى عنده 16-17 سنه، بس بيحترم المجتمع، بيحترم تقاليده، بيحترم عاداته، بيحترم الاخر، بيحترم القانون، بيحترم القواعد المتعارف عليها في المجتمع. فالرياضه دورها مش بس ان الولد اللي بيمارس الرياضه او كره القدم بشكل منظم انه يبقى لعيب مستوى عالي، لا، في الاول في الاخر احنا لو حصلنا من خلال هؤلاء جميعا ان احنا بيطلع 20-30 لعيب مستوى عالي، وبيطلع 20,000 مواطن صالح، وده مكسب كبير. خدت لي برضه نقطه ثانيه مهمه جدا. اتفضل. واحنا بنتكلم عن الصناعه وصناعه كره القدم اللي احنا بنقول بنبتديها من الولد الصغير اللي هو في مرحله البراعم. بالظبط. النهارده هو بيتلقى من المدرب. هل النهارده مش دور العلم مهم دلوقتي ان يكون المدرب ده مدرب مثقف واخد شهادات واخد دورات؟ ولا النهارده بنشوف ممكن يكون لعيب بطل كره النهارده فنزل التدريب تاني يوم ادوله الفرقه دي، ولا النهارده لازم يكون المدرب ده مثقف حصل على شهادات حصل على دورات علشان لما يطلع العلم اللي هيبدا يديه للعيبه يكون المدرب مهيئ ان هو ينقل الثقافه دي للاعب الصغير؟
كلام مظبوط جدا. وانا يمكن بدات كلامي ان الولد من بدايه انخراطه في التدريب المنظم كلاعب كره القدم في مرحله الطفوله او في مرحله النشء او البراعم طبعا بعدين النشء، مرحله البراعم والنشء، لابد ان كل ما يقدم لي من جرعات تدريبيه تستكون في اطار احتياجاته البيولوجيه، في اطار سنه كام، طوله كام، وزنه كام، مدى اعماله لعقله ازاي. يعني ما يجيش مثلا، طبعا انا بتفق معاك جدا في ان من يعمل مع الناشئين يجب ان يكون متعلما على الاقل. اي مدرب يشتغل مع الناشئين يكون متعلما وحصل على دورات مؤهله انه يشتغل مع هذه المراحل العمريه ويفهم كل متغيراتها النفسيه والتربويه والاجتماعيه والعقليه والفسيولوجيه كمان. لازم يكون عنده الفكر. وعلى فكره يمكن في بعض في اوروبا بالذات في قطاعات الناشئين بيعملوا مع كل جيل مع كل عمر مشرف تربوي وواحد تاني كمان اسمه أخصائي التأهيل الحركي غير المدرب خالص. انت شغال مدرب، انت بتعلم الولاد مهارات أساسية، بتعلمهم أفكار خططية، بتعلمهم ازاي يفكر في مواقف اللعب المختلفة، بتعلمهم ازاي يغلط وتكرر له وتصحح له غلطه وتكرر له أداؤه الصحيح عشان يتحول هذا الأداء الصحيح إلى عادة حركية. هذه العادة الحركية لما بيكبر ويبقى لعيب على مستوى الدرجة الأولى، كل ما تكرر موقف اللعب ده كل ما استدعى التصرف السليم اللي كان متعلمه من هو ناشئ صغير. بتلاقي أخطاء الأداء الحركي عند الرياضيين الكبار أو لعيبة الدرجة الأولى، لعيبة كرة القدم على مستوى الدرجة الأولى اللي اتعلموا من خلال مواقف لعب أخطأوا فيها وعدلوا، والمدرب الفواعي الفاهم المتعلم المثقف المؤهل ده اللي علمه ازاي يتصرف التصرف الصحيح في موقف اللعب ده اذا تكرر. وانت لعيب كره عارف ان كل مواقف الكوره بتتكرر دائما في الماتش الواحد، يمكن انت في موقف لعب وفي مكان معين من الملعب ممكن يجي لك نفس اللعبه دي كانت جايه لك من 3 دقائق بنفس الموقف، واللي مديها لك هو نفس الشخص. فتصرفت في التصرف الاولاني غلط، تصرف التاني تصرفت صح لانك استدعيت التصرف الصحيح اللي انت اتعلمته في مرحله الناشئين. فاللي بيعمل مع الاولاد الصغيرين علينا ان احنا نحدد مواصفاته ونحدد قدراته ونحدد المعايير اللي من خلالها يستطيع ان يتعامل مع نشء صغير بيربيه، بيعدل سلوكه، بيعلمه قيم، بيعلمه مهارات اساسيه في كره القدم، بيعلمه ازاي يفكر، بيعلمه ازاي يعمل عقله في مواقف اللعب اللي بتتكرر كثيرا. طب حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي عن القطاعات الناشئين في الخارج، الفرق ما بيننا هنا وما بين الخارج، انا بس عايز اكمل الحته بتاعه اللي قلت مشرف تربوي عشان يعدل السلوك. وده مهم. الاخصائي التاهيل الحركي على فكره انت يعني انا برضو يمكن هضرب مثال، يعني مش هقول فيه اسماء ولا حاجه، لا في لعيبه في الدوري الممتاز دلوقتي على مستوى الدرجه الاولى مصريين عندنا بيجري غلط عشان ما تاسسش، بيجري كده، عارف المفروض انه يجري كده. طيب في لعيب بيجري ايده ورا وايده الثانيه راح اليمه الثانيه، والخلل حتى الميكانيكي في حركه الايدين والرجلين كشكل توافقي مفتقده تمام، مش موجوده، لانه لم تعالج هذه الاخطاء الحركيه من هو ناشئ صغير. وممكن ما كانش ناشئ صغير، كان بيلعب في الشارع، بس قدره خلاه انه بعد 16 سنه لعب في نادي. اذا كل محصله لعب الشارع لم تصلح اخطاء الحركه. الولد ممكن يبقى في نادي وبيمرن مدرب مش مؤهل ومش متعلم ويهمه قوي المكسب والخساره، وده ممنوع على فكره، وده مش ده تربويا حتى مش موجود في اوروبا، ان المكسب والخساره في مراحل البراعم والناشئين لحد 14 سنه مش هو ده الاساس على فكره خالص. سن تعليم المفروض في هذه المراحل العمريه التعليم الرياضه هي عمليه تعليم وتعلم. كرة القدم ومهاراتها الأساسية عملية تعليم وتعلم، تنفيذ الواجب الخططي بشكل صحيح وعملية تعليم وتعلم، التصرف في مواقف اللعب بشكل صحيح وإنجاز الواجب الحركي بشكل صحيح، الكرة فوق الولد بيطلع وبص عليها بعينيه وبيقابلها في نقطة معينة وبيواجه الكرة صح، ده تعليم وتعلم. كل ما له علاقة بتنمية قدرات لاعب كرة القدم هو بيدور في إطار عملية التعليم والتعلم، عملية التعليم والتعلم دي هي التربية. طيب إذا في مربي في في, في 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 احنا محتاجين جنب ده إن احنا نعدل السلوك، فإذا يكون في مشرف تربوي. وانا اتكلمت في الموضوع ده على فكره مع كابتن اسلام الشاطر واحنا في بروسيا في العاشر من رمضان. وهو كان موجود مسؤول هناك وقال لي ده فكره هايله ونفسي وتجيب لي حد يكون متخصص كده، وكان عنده طموح الحقيقه. الحاجه الثانيه المهمه قوي للعمل مع الناشئين الاخصائي التاهيل الحركي اللي هو الراجل اللي بيعالج اخطاء الحركه عند الولد الصغير عشان يتلاشى هذه الاخطاء في مراحل متقدمه شويه، يبدا خطا الحركه يقل، يبدا الاداء النموذجي يظهر، يبدا الاداء الفائق يبقى عاده حركيه زي ما انت بتشوف في اوروبا كده. المهاجمين الكبار والمدافعين الكبار والديفندرات الكبار كل دول شوف اخطاء الحركه في الدوريات الاوروبيه هتلاقيها تكاد تكون معدومه في مواقف اللعب. التاسيس بالظبط منذ الصغر هو بالظبط لما يبقى في مساحات ضيقه كده وتلاقي التمرير
يعني قوه التمريره يعني ما اعرفش يعني قوه الباص في مساحات قوه الباص في حد هي والسيطره عليها ده عاده حركيه اتعود عليها من هو صغير. التصرف في المساحات الصغيره والخروج من هذه المساحات دي عادات حركيه تعود عليها وهم اطفال وبالتالي العقل هنا برضو تعود على ده وحول هذا الكلام الى عاده خزنت في العقل بيستدعيها كل ما تتكرر. استسمحك نروح لفاصل وبعد الفاصل عايز اسالك بقى ورايك في تجربه النادي الاهلي في قطاع الناشئين. ما شاء الله النادي الاهلي على كل المستويات في مسؤول تغذيه في قياسات بتتم في بدايه الموسم بنية تحتية وملاعب على أعلى مستوى في دلوقتي خبير أجنبي ومدير قطاع الناشئين أجنبي شايف تجربة النادي الأهلي باهتمام بقطاع الناشئين إزاي أعرف إجابتك ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. قطاع الناشئين في منطقة الشرقية الحمد لله كبير قوي عندنا حوالي 43 نادي ومركز شباب مشاركين كلهم في المراحل السنية وكنا لسه بصدد تنظيم دوري براعم شارك فيه حوالي 85 نادي ومركز شباب واكاديميات خاصه كان مقام في نادي بروسيا ولسه خلصان من حوالي اسبوع بالظبط وكان كل مسابقات من 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 وخلص الحمد لله على خير وكانت حاجه جميله جدا. ده المهرجان الرابع اللي احنا بنعمله. كانت الاول زمان كان تلاقي الناشئ يلعب 4 ماتشات 5 ماتشات وخلاص 6 ماتشات بالكثير. الدكتور قاسم من السنه اللي فاتت ادى تعليماته ان احنا نبدا نشتغل نعمل دوري طويل للناشئين. والله الدعم ده المفروض الاتحاد الكوره هو اللي بيدعم المناطق والمناطق بدورها تدعم انما الدعم قليل شويه ما فيش. يمكن الاتحاد السنه دي عمل حاجة كويسة انه حاسب بيحاسب على الحكام بتوع القسم الرابع وده حاجة كويسة انما اندية الشرقية الدعم قليل فالمستوى الفني بيبقى ضعيف ما بيظهرش غير اللعيب الموهوب قوي اللي نقدر نخدم عليه ونوصله لمنتخب مصر. عندنا لعيبة كتيرة لعبت من منطقة الشرقية في منتخبات الناشئين انما انت بتتكلم على الدعم لا لازم الدعم ده من الاتحاد علشان الانديه فقيره وما بنقدرش يعني النادي يا دوبك احنا بـ 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 المشكله اللي عندنا اللي بيتقابلنا ان احنا بنقلل في عدد الفرق علشان المصروفات. مسابقات الناشئين في منطقه الشرقيه يعني برضو مش المسابقات القويه اللي تفرز لعيب يروح لمنتخب مصر ودي برضو مشكله احنا بنعاني منها لان المسابقات بتلعب دور يعني ممكن 2001 السنه دي بلعب 7 ماتشات طب النهارده لعيب 2001 المفروض اساسا هو بيلعب فريق اول يعني هو النهارده لعيب 2001 ده المفروض الطبيعي بتاعه يلعب فريق اول. طيب النهارده لعب 7 ماتشات ناشئين طب بعد ال7 ماتشات هيقعد في البيت طب يعني برضو سؤال هل كده اللعيب دوت بعد 7 ماتشات يقدر تعمل نواه محترمه لفريق محترم يروح يلعب منتخب مصر او انت تدور وتشوف عندك عناصر مميزه وعناصر كويسه بعد 7 ماتشات تقعد في البيت. انا شايف ان مع احترامي للجميع والمنظومه كره القدم ويرقصها اتحاد الكوره ده موضوع صعب شويه ولازم الناس تبص له بص اكتر من كده. احنا من ضمن اكبر ثلاث انديه في الشرقيه. احنا عندنا قاعده ناشئين برعايه كباتن مخصصه ومحترمه جدا وبنخرج كل سنه لعيبه تتصعد للفرق اللي بعدها وعندنا فرق وبننافس دايما. احنا كنا على يعني فرقت نقطه من ان احنا نصعد السنه اللي فاتت وان شاء الله السنه ده يكون في احسن من كده. والبراعم في لها اهتمام خاص عندنا كل الدعم لقطاع الكوره واحنا جايبين الكابتن علاء الدق راجل كان لاعب في النادي الاسماعيلي وله اسم وتاريخه وبيشرف على القطاع بالكامل وان شاء الله وجودكم بيحمس لاعبتنا ويحمس اولادنا الصغيرين انهم يقفوا قدام كاميراتكم ويلعبوا قدام كاميراتكم ده شرف لينا. قطاع الناشئين عندنا والله احنا عندنا 4 5 فرق بس المشكله عندنا ان احنا ما عندناش يعني سيوله ماديه كبيره تقدر تصرف على الناس فغصب عننا احنا بنجهز فريق زي دوت عشان يرضى يسند فريق كبير اللي هو مع الكابتن حمد علوان. المشاكل الماديه بس ماديه مش اكتر من كده مفيش مشاكل اكتر من كده. عندنا ملعب بسم الله ما شاء الله عندنا لعيبه محترمه يعني دوبك على ماتش على طول مفيش تمرين من غير اي حاجه بس الحمد لله يعني الناس دي بتيجي من غير فلوس وبيلعبوا الكوره زي ما حضرتك شايف والحمد لله فريق محترم ومن غير تمرين بسم الله ما شاء الله. هو دي المبلغ الحاجه الوحيده اللي مقصره في مركز شمال القمح هي حكايه الفلوس بس مش اكتر من كده.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم بضيف الدكتور ياسر عبد العظيم. دكتور ياسر، قبل الفاصل كنا زعنا تقرير المدربين المسؤولين داخل منطقه الشرقيه. حضرتك يعني رئيس منطقه الشرقيه لكره القدم، والشرقيه ما شاء الله من المحافظات الكبيره اللي بتضم عدد كبير من الانديه. دلوقتي طمنا برضو عن محافظه الشرقيه، اخبار الانديه، اخبار المسابقات ايه هناك؟ طبعا انت حضرتك عارف ان الشرقيه يعني كانت ثالث اكبر محافظات مصر تعدادا يعني. وما شاء الله عندنا ثروه بشريه ضخمه جدا في محافظه الشرقيه. ومحافظه الشرقيه طول عمرها يعني منجم للاعيبه كره القدم. انت منهم طب عندك، وعماد متعب منهم، متعب عندك، واحمد بلال منهم، احمد بلال وفي كتير، واكرم توفيق دلوقتي، وعبد العزيز توفيق، واخوه الثاني احمد توفيق خرجوا من محافظه الشرقيه جدا كتير جدا. فالشرقيه طول عمرها معطاءه يعني مجال او ارض خصبه جدا لانبات واظهار لاعبي كره القدم. بس للاسف الشديد الشرقيه محافظه غير محظوظه ابدا ان يكون فيها فريق كبير يمثل هذه المحافظه العريقه في الدوري الممتاز. لما كان الفريق موجود في الدوري الممتاز لاسباب كتير كان عامل حاله كبيره، لاسباب كتير يعني الشرقيه طبعا قبل كده طبعا في جيل عظيم كان بيلعب في الشرقيه، والشرقيه صعد للدوري الممتاز على فترات، يصعد ويهبط يصعد ويهبط حوالي 3-4 مرات، وكل مره صعود وهبوط بيبقى لها ظروف. شفت دلوقتي او سمعت في التقرير اللي كان قبل الفاصل المسابقات، عدد المباريات قليل جدا. النهارده لما بيصعد في مجموعه 6 فرق ممكن اللاعب بيلعب 12 مباراه على مدار الموسم ويستنى للموسم القادم. قال دي من ضمن المشاكل الموجوده في المسابقات في محافظه الشرقيه. اول مشكله، لا اولا انا كاستاذ وكمتخصص في هذا في نظريات تدريب الناشئين، لا دي اول حاجه انا كنت واخد بالي منها على فكره. يعني فتره المسابقات بتاعه الناشئين لا تصنع ناشئ اصلا، ولا تصنع حتى لاعب كره القدم بشكل او باخر. 12 مباراه في الموسم فقط، ساعات بيبقى 7 و8 و6 وبتاع. انما هو لدرجه ان احنا في منطقه الكوره كان احيانا بيبقى في مجموعه مثلا مواليد 2006 مثلا او 7 او 8 ايا كان، 6 فرق هيلعبوا 5 ماتشات والدور الثاني يلعبوا 5 ماتشات وخلاص، خلصوا ال 10 ماتشات دول في شهر 12. احنا بادئين في 10 خلصوا في 12. الولد يقعد من شهر 12 لشهر 10 اللي بعديه دون ان يمارس كره قدم، الا كره قدم بقى عن طريق اللعب في الشارع مع اصحابه في الملاعب المؤجره في البتاع، وكل ده برضه بتبقى تنميه عشوائيه لا تصنع كره قدم، لا تصنع لاعب كره قدم. انما الحل ايه؟ الحل كان ايه؟ الحل ان احنا كنا احيانا في منطقه الكوره او في الشرقيه بالذات بنعمل دور ثالث ورابع احنا اللي بنخترعه. احنا اللي بنخترعه عشان تخلق ماتشات تانية، عشان اخلق لهؤلاء الولاد ماتشات طبعا اديله واحنا كمنطقه احنا كنا بنصرف على الكلام ده على فكره، وما زلنا لحد الولد ما يبدا يخش في امتحانات الدور الثاني. خلاص دخل بقى في امتحان الدور الثاني، نبدا نديهم اجازه ونديهم بتاع، على الاقل يبقى فتره التوقف مش طويله. لان علميا الولد الصغير او حتى اللاعب من الدرجه الاولى لو امتنع عن التدريب المنظم بضغوطه البدنيه والمهاريه والذهنيه لمده 15 يوم بيفقد ربع الحاله التدريبيه بتاعته. وهقول لحضرتك بعد كده يعني ايه الحاله التدريبيه. لو قعد شهر بيفقد نص الحاله التدريبيه بتاعته، لو قعد 45 يوم بيفقد كل مقومات الحاله التدريبيه بتاعته. يعني ايه؟ يعني الولد خلص المسابقات في شهر 12 جه 1 و2 و3 لحد 10 هو فقد كل مقومات كل المكتسبات اللي خدها من خلال الوحدات التدريبيه اللي اتعرض ليها ومن خلال برنامج المسابقات اللي خاضه خلال الفتره اللي فاتت من شهر 10 لشهر 12. فقد كل حاجه. وبدانا كل اللي حصل ان الولد في 10 الجديد كبر سنه. انما هو ما عندوش اي رصيد تراكمي لخبرات تدريبيه موجوده اصلا، فبتبدا معاه من نفس النقطه اللي بدات عليها السنه اللي فاتت. ايه الحاجه الثانيه اللي بيتعانوا منها؟ يعني عدد المباريات وبداتوا تلاقوا لها حل انك طبعًا بتخلق ماتشات ثانيه. ايه الحاجه الثانيه برضو؟ لا هو دلوقتي الاتحاد برضو لقى بعض الحلول. دلوقتي بقت في بعض الاعمار السنيه بتكمل قطاعات، وبقت في بعض الاعمار السنيه بتلعب جمهوريه. وده برضو حل جزء من المشكله. انما هي المشكله ورغم ان احنا في الشرقيه على فكره ثالث اكبر قطاع ناشئ قطاعات ناشئ ابتدى دوري ناشئين في الجمهوريه بعد او في البلد في مصر يعني بعد القاهره واسكندريه الشرقيه. عندنا عدد ضخم جدا من فرق الناشئين، وعندنا برضو في الاسم الرابع ثالث تصنيف. احنا في الاسم الرابع عندنا 22 فريق في الاسم الرابع. فعايز اقول لحضرتك ان برضو ببعض الافكار المبدعه شويه ممكن تحل بعض المشاكل. لان الولد لازم احنا الرياضه بالذات او كره القدم تحديدا الهدف منها ان في على فكره في فترات التدريب الرياضي فتره اعداد لعيبه الكوره يعني فتره مسابقات اللي هو الدوري اللي شغال ده، ثم بعد كده انت مش ملاحظ الاهلي 3 سنين ورا بعض ما خدش راحه؟ الراحه دي اسمها الفتره الانتقاليه. يعني ايه الفتره الانتقاليه؟ يعني اللعيب بيستشفى وبيفقد
متعمدا بنفقده جزء من الحاله التدريبيه، يروح يصيف، يروح يتفسح، يسافر مع اولاده، مع زوجته، مع اهله، ما يبعد عن الكره خالص، ينزل حمام السباحه، يعني المهم هو يعني لازم يفقد يفقد جزء من مقومات الحاله التدريبيه بتاعته. اللي هي الحاله التدريبيه اللي بتتكون من ايه؟ وخلي بالك ده بنشوفه في اوروبا، ما اقول لحضرتك يعني ما فيش نادي بي 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 زي ما بيقولوا بيكمل 3 سنين ورا بعض. لازم في فتره، لازم الفتره الانتقاليه دي، فلسفه الفتره الانتقاليه ايه؟ ان بيحصل فيها هبوط متعمد لمستوى الحاله التدريبيه، هي كانت عند نقطه 10 انا بنزلها ل 8، يعني السرعه قلت، التوافق قل، الرشاق قل، الجامب قل، الذهن قل، كل حاجه خلاص هو بعيد عن الكوره. ابدا معاه من 8، ينتهي الموسم عند 12، افقده لحد 10، ابدا معاه الموسم بعدين من 10، وهكذا ستيب باي ستيب بمستوى التصاعد. ده لما يبقى عندك مسابقات منتظمه، ما هو ده المفروض، عارف هتبتدي امتى، ايوه، تنتهي امتى، فتره صحيح. الراحه امتى، فتره الاعداد امتى. الدكتور ياسر عبد العظيم، بس دي بعد اذن حضرتك دي بتبان اكتر في الناشئين على فكره، يعني فقدان مقومات الحاله التدريبيه عند الناشئ بتظهر اكتر باللاعب الدرجه الاولى تماما، فانت بتبدا عنده من نفس النقطه، فما فيش مستوى بيتطور الا ان الولد بيولوجيا وعمريا بيكبر سنه بس، فدي كارثه كبيره لازم نشوف لها حل. دكتور ياسر عبد العظيم هو والد الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم. اه الحمد لله، الحمد لله. انا كنت قلت لهم ينزلوا صوره عمر، ما اعرفش منزلهاش ليه. هنجيب لك صوره عمر. اهو عمر، هو ده عمر ابني وفخري. عمر هو لابس ميري لان هو كان في فرقه، وانما هو اساسا معاون مباحث، وكان من ضمن معاونين المباحث الاكفاء في على مستوى الجمهوريه اصلا، وكان مقدر واخد شهاده تقدير من الوزير ومن مساعد الوزير الامن العام، وكان يعني ضابط بيحب شغله جدا، لدرجه ان عمر كان في كليه العلاج الطبيعي اصلا الثانويه العامه، وديته كليه العلاج الطبيعي قال انا مش عايز ابقى دكتور اصلا، انا عايز ابقى ضابط شرطه، حابب ان اكون موجود في القوات المسلحه. فعمر حتى استشهاده كان يوم درامي جدا، كان يوم 27 رمضان 2019، واستشهاده هز مصر لدرجه ان معالي وزير الداخلية والست اللي هو علاء سليم مساعد الوزير الأمن العام ادوا تعليمات بأن يعني لابد يقتص من كل من كان السبب في استشهاد عمر. وفعلا ليلة العيد بعد 3 أيام من استشهاد عمر تم القصاص لعمر من الستة اللي تسببوا في استشهاده. أخو مازن برضو دخل، مازن تخرج رغم الحادثة، اخوه دخل برضو، دخل القوات المسلحه ولا دخل؟ لا دخل اكاديميه شرطه. اكاديميه شرطه، اكاديميه شرطه. هو مازن بكالوريوس هندسه، دخل اكاديميه شرطه قسم الضباط المتخصصين، اتخرج الحمد لله من حوالي اسبوعين، ضابط مهندس بهيئه الشرطه، هو دلوقتي ضابط مهندس في ديوان عام وزاره الداخليه، وهو اللي اصر انه يكمل مسيره عمر. والحمد لله يعني احنا، انا يعني سعيد بيهم جدا جدا. وعلى فكره مش يعني السبب في ده على فكره ان اولادي يطلعوا بهذه القيمه وبهذه الروح الجميله الاخلاص للبلد والوطن امهم. يعني انا زوجتي هي اللي ربت فيهم تقاليد محترمه جدا وسلوك محترم جدا وادب جم، يعني كل بيشهد بيه، كل من يعرف عمر ومازن يعني بيشهد بحسن تربيتهم، يعني الفضل ده للسيده وزوجتي، يعني انا بشكرها طبعا. اخيرا عشان وقتنا دكتور ياسر، شايف التجربه ازاي اللي بيعملها النادي الاهلي؟ اهتمام كبير بقطاع الناشئين خاصه في ظل الارقام الموجوده دلوقتي. النادي الاهلي دلوقتي بقى بيهتم اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين، سواء في البنيه التحتيه، سواء في مدربين الموجودين في القطاع، سواء في مدير فني اجنبي، سواء القياسات اللي بقت موجوده دلوقتي في بدايه الموسم ونهايه الموسم عشان تعرف اللعيبه وصلت لايه، وبقى في مبالغ كبيره بتتصرف في قطاع الناشئين عشان تقدر تطلع ناشئ يقدر يمثل النادي الاهلي. شوف، هو النادي الاهلي طول عمره رائد، يعني طول عمره قدوه، وطول عمره نموذج المفروض انه يحتذى في الاداره وفي التخطيط وفي تحقيق الاهداف وحاجات كتير. بس برضو ما مش معنى ده ان النادي الاهلي هو نموذجي او هو النموذج المطلق، دايما بيتطلع للافضل. طبعا بيحاول يعني يوصل للافضل. الاهلي بيجتهد جدا الاهلي، بس مش معنى كده ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو قطاع ناجح بشكل كبير، لا. ويمكن دلوقتي بيتحاولوا في النادي الاهلي انكم تعملوا حاجات كتير، وبتحاولوا تعملوا تخطيط علمي كويس، وجايبين خبير اجنبي ايا كان، وبتحاولوا تبعتوا ولاد بره في اوروبا يعملوا معايشات مع بعض الفرق ويرجعوا. اعتقد ان في بعض دلوقتي بقى موجود لعيبه بتطلع الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. انما انا بقى اسال سيادتك سؤال، طب
مع كل هذه الاجراءات اللي بيعملها النادي الاهلي يعني لوجود قطاع ناشئين قوي ومهم ومؤثر يخدم اللي بعد كده كره القدم في النادي الاهلي على المستوى في المستقبل المنتخبات كمان النهارده لما بتقيس في المستقبل بتشوف المنتخبات وعدد اللاعبين طبعا 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 الناشئين والشباب الاولمبي تلاقي عدد الاكبر من لاعبي النادي الاهلي بالظبط انا عارف والمنتخب الاولمبي فيه 8 لعيبه من النادي الاهلي ده 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 دور النادي الاهلي الوطني اصلا انا ما اختلفش معاك بس انا بقول حاجه رغم كل العظمه اللي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بس طب هسألك سؤال هل النادي الاهلي فيه معمل او للتحليل الحركي او للتاهيل الحركي للولاد بتوع قطاع الناشئين لا هل النادي الاهلي فيه معمل للتحليل كل الامور الفسيولوجيه المرتبطه بالولد الصغير في مراحل تطوره ومراحل عمره عشان اصيغ من خلالها جرعات تدريبيه تناسب هذه الظروف البيولوجيه والفسيولوجيه اللي الولد يعني اللي هي اللي بتحاكي مرحله عمره اعتقد النادي الاهلي لازم يعمل ده لازم يبقى في مركز تاهيل حركي في النادي الاهلي يصلح اخطاء الحركه للولاد الصغيرين لازم يكون في مركز قياسات فسيولوجيه يحدد الجرعات التدريبيه اللي هيتعرض ليها الولد في مراحل الناشئين الاهلي رائد لازم تعمله ده وانا لا بقول لك ده موجود طب كويس في قطاع الناشئين النادي الاهلي والقياسات تتم بدايه الموسم وفي منتصف الموسم وفي نهايه الموسم علشان دايما الارقام اللي بتكون موجوده قدامك بتقدر تحلل من خلالها شوف تغذيه الولد ايوه تغذيه الولد النواحي البدنيه النهارده ما بقتش النواحي البدنيه للكل متساويه ده ممكن بجرعه البدنيه يعني الفرديه بتراعي آه طبعا يعني. وبقى في شغل تخصصي على حسب القياسات اللي بتتم شرفتنا ونورتنا دكتور ياسر انا متشكر ده انا اللي استمتعنا بالحوار معاك ربنا يعزك يا كابتن اشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق وبالتوفيق دايما لمنطقه الشرقيه ربنا يخليكم تشرفنا في منطقه الشرقيه برضه ان شاء الله في طبعا في اي مهرجان من مهرجانات البراعم كده هنديك واكيد شرف ليا يعني. طبعا شرف ليا ان انا شرف يعني لو جزء بسيط في منطقه الشرقيه ومحافظه الشرقيه انت كلها. ابن الشرقيه البار واحنا ان شاء الله في اي مناسبه جديده هنديك باذن الله وتشرفنا نشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر عبد العظيم استاذ التربيه الرياضيه ورئيس منطقه الشرقيه لكره القدم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا وكل التوفيق يا رب للاعبي النادي الاهلي في السوبر القادم يوم الجمعه القادم امام الزمالك ويا رب تكون الفرحة أهلوية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم الأسبوع القادم على ألف خير وحلقة جديدة من الأشبال.